التركيز عمله في هذا الفيديو هو التفكير في أي نوع من التفاعل قد يكون لدينا إذا كان لدينا مكونات متشابهة جدا لما شاهدناه في الفيديو السابق، لكن بدلا من محب النواة أو القلوي الذي كان ميثوكسايد سيكون هناك شيء آخر لدينا، أو سالب لكن سوف يترابط مع الكربون، والذي يترابط مع ثلاثة مجموعات مثل CH3 بهذا الشكل. ليس لدينا ميثوكسايد بعد الآن، ليس لدينا ميثوكسايد، لدينا هذا الشيء هنا كما فعلنا في السابق تماما. لدينا نفس المذيب، لدينا دايميثيل فورماميد، هو مذيب غير بروتوني، هذا بنفسه سيضعنا في اتجاه SN2 أو E2، لكن الآن ليس لدينا ميثوكسايد بعد الآن. الميثوكسايد كان قلوي قوي جدا، وهو أيضا جزيء صغير جدا، لذا يمكنه عمليا أن يصل هناك ويتفاعل مع الركيزة، هو أيضا محب نواة قوي. الآن هذا جزيء ضخم وما يزال قلوي قوي، ما يزال قلوي قوي جدا، لكن الآن هذا الجزيء الضخم جدا سيكون لديه في الواقع مشكلة في الدخول والتفاعل مع الركيزة، إذن هو لم يعد محب نواة جيد، هذا ليس محب نواة جيد. إذن بجعل القلوي ضخم أكثر، أو أعتقد يمكن أيضا أن نسميه محب النواة، أو الشيء الذي يتصرف كمحب للنواة إذا كان أكثر ضخامة فإنه لن يكون محب قوي للنواة، إذن لم يعد جيد لتفاعل الـ SN2. إذن فقط بتغيير القلوي قليلا أو محب النواة قليلا، الآن هذا سيسير مباشرة في اتجاه تفاعل الـ E2. لم نرى أي شيء كهذا في الفيديو السابق كما شاهدناه فقط في الفيديو السابق، ومن الواضح أن القلوي في هذا المثال لم يعد الميثوكسايد، إنه يبدو هكذا. سأمسح هذا، سأبذل جهدي لمسحه. حسنا، سأمسح هذا أيضا. إذن الآن بدلا من أن يكون مرتبط مع مجموعة مثل، هو مترابط مع الكربون، إنه مترابط مع الكربون والذي يرتبط مع ثلاثة مجموعات مثل CH3 مجموعة التيرتبيوتيل، وهنا أيضا لدينا CH3. إذن التفاعل حدث تماما كما شاهدنا في الفيديو السابق، ما عدا أن هذا القلوي أصبح هذا الشيء الضخم هنا، لكنه ما زال يتصرف كقلوي قوي، إذن هو ما يزال يتبرع بالهيدروجين أو عمليا فقط البروتون، وإلكترون الهيدروجين الذي كان مترابط الآن سينتقل إلى الكربون ألفا، وكربون ألفا سيخسر إلكترون إلى البروم، ويصبح لدينا أيون البروم. إذن نفس الآلية بالضبط بقلوي مختلف، لكن هذا القلوي الآن ليس محب جيد للنواة، إذن لن نرى تفاعل SN2 يحدث مطلقا هنا، فقط سنرى تفاعل الإيتو.